أهلا وسهلا فيكم متابعيني من كل أنحاء الوطن العربي، من الأردن، من فلسطين، من قطر، من عمان، من السعودية، من أي مكان موجود في الوطن العربي. طبعا يا أخوان، حلقتنا اليوم السهل الممتنع. تمام، السهل إنك أنت تلاقي الموضوع هذا، والممتنع إنك أنت بتخلي الموضوع هذا سري بينك وبين نفسك. تمام، إحنا اليوم بدنا يا أخوان نكشف موضوع المشعوذين، وموضوع كيف بتدخلوا في موضوع الدفائن، وكيف بيخربطوا الناس، وكيف بيخلوا الناس يعني يحفروا على الفاضي ويشتغلوا على الفاضي وعن طريق النصب والاحتيال. وراح يكون معانا طبعا ابو الليث ابو غزاله، راح يكون موجود معانا. تمام، وان شاء الله احنا موجودين الان في مركز ابو غزاله للعطاره والرقيه الشرعيه. هاي راح اورجيكم الاعلان تبعه، مركز ابو غزاله للعطاره والرقيه الشرعيه والحجامه. تمام، وراح نحكي اليوم بموضوع الدجالين، وموضوع انه كيف بضحكوا على الناس، وكيف بخلوا الناس تشتغل حكي فاضي ونصب واحتيال كله على بعضه. خلينا نوقف الفيديو دقيقه يا اخوان. ابو الليث، طبعا يا اخوان ابو الليث رفض ان احنا نورجيكم وجهه. تمام، لحفظ انه يعني في مركز، وانه بدوش انه ينشر معلومات عن المركز او الى اخره، بس احنا طبعا زي ما حكينا للافاده، للافاده يعني نفيد الناس ان شاء الله، للافاده. تمام، نبينهم الصح من الخطا. تمام، طبعا احنا راح يعرف على نفسه هسه الدكتور، ماشي، راح يعرف على نفسه وراح يحكي نبذه عن المركز ونبذه عن نفسه. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله متابعين هاي القناة. طبعا هذا موضوع كبير جدا وشائك، تدخل فيه الأمور الشرعية والأمور الفقهية، تدخل فيه بشكل جدا عالي، ومثل ما قال رفع السلام اتقوا الشبهات. بالنسبة للمشعوذين وعلاقتهم بالدفائن، في نقطة أساسية. أول شيء لازم نميز مين هو المشعوذ، شو الدلالات اللي بتدل انه هذا الشخص هل هو فعلا مشعوذ ولا هو راقي شرعي. في امور بتميز لنا عشان نقدر نفرق. طبعا من صفات المشعوذ في له طلبات معينه، يعني اول ما تقعد معاه مثلا يقول لك اسمك واسم امك، تاريخ ميلادك، اعطيني صوره، اعطيني اثر، جيب لي تراب اقرا عليه، جيب لي تراب ابيته. هاي بالنسبه للدفائن. الانسان الراقي الشرعي هو الذي يقرأ القرآن بصوت عالي واضح، لا يوجد فيه أي كلام داخلي أو كلام بيكون غير مسموع جيدا. يعني دكتور هسه بالنسبة للمشعوذ اللي جاي بده يشوف الدفائن والهاي، هو بطلب التراب؟ نعم. طيب شو الطريقة؟ هسه قصة التراب مثل ما قرأنا، مثل ما موجود، انه ابليس لما ولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما عرف انه ولد، فطلب من شياطينه يجيبوا سبع حفنات من ارجاء الارض. تمام، فشياطين ابليس راحوا جابوا سبع حفنات، لما شمهم ابليس قال قد ولد احمد. تمام، نعم. فهاي كلها اعمال شيطانيه ما فيها اي نص بالشرع. تمام، يعني هسه انا اعتبرني اجاني مشاور. نعم، تمام، وطلب مني المشعوذ انه اجيب له ذهب، شو بالمقابل؟ يعني انا مثلا اجى المشعوذ هذا انه انا طلبته وقلت له تعال عندي، بدي اشوف انه عندي دفين او لا، او عندي ذهب او لا. نعم، تمام، وطلب من عندي هذا المشعوذ حفنه التراب او الى اخره. لا يجوز شرعا، لا يجوز. هسه كيف الاجراء، كيف ببلش المشعوذ عشان المتابعين الموجودين معنا يعرفوا ايش الاجراء اللي ببلش المشعوذ هذا عشان يوصل المعلومه للشخص اللي قدامه، عشان يوصل النص خلينا نحكي. نعم، هسه المشعوذ طبعا بالبدايه ما راح يبين حاله، بده يعطيك باب من ابواب الثقه، يبين لك انه هو انسان فاضل، عرفت علي؟ ممكن يقوم يصلي قدامك، يقول لك قوم صلي عشان الله يرزقنا. تمام، عرفت علي؟ تمام. بعدين ببلش هسه يطلب بخور غالي الثمن، يقول لك جيب لي تراب، جيب لي اثر، ها؟ تمام. يجيب اطفال مثلا يكشف عليهم بالمندل، وهذا له باب كبير يعني وحكم كامل، باب المندل انه محرم شرعا،
يعني كثير له وسائل. هلا هلا شوف كراقي شرعي ما بيتدخل بامور الذهب اطلاقا، يعني هذا كشيخ، يعني كشيخ لا يتدخل في امور الذهب، ان بده يتدخل بحاله واحده فقط، يعني ها يجي للمكان يقرا قران فقط على اساس لا غير ذلك، لا بخور ولا غير بخور ولا اي شيء. هذا بالنسبه للراقي، بالنسبه للراقي، بالنسبه للمشعوذ او النصاب، واغلبهم للاسف نصابين يعني، تمام ها مشعوذين ما هم نصابين، يطلب ها طلبات بخور، اللي هو يجيب بخور عشان يستفزك ويسحب منك فلوس قدر الاستطاعه. تمام. طيب انا بدي احط حالي هسه مكان الشيخ، بدي احط حالي مكان الشخص اللي حكى مع المشاور مثلا على سبيل المثال. نعم. انا حكيت مع واحد مشاور. نعم. وقالوا لي هذا شيخ، وقالوا لي هذا روحاني، وهذا بكشف تحت الارض. اول شيء ما في شيء اسمه روحاني بالشرع عندنا. تمام. ليش؟ هسه الروحاني تعريفه مثل ما هم يقولون. تمام. هو شخص او يتعامل مع الجن. تمام. ها وبيسخرهم لخدمته. طبعا هل التعامل مع الجن، ربنا عز وجل قال يرونكم من حيث لا ترونهم. تمام. اذا كلام الله عز وجل فكيف صار روحاني؟ تمام. هو على اساس انه بيحكي انه انا مثلا بشوف الجن او معي مثلا اربعة او خمسة من الجن، تمام، وبتعامل مع الجن عشان اكشف الموجود، صحيح؟ لا لا، هذا حكي كله نصب، يعني قلت لك انا ربنا عز وجل قال يرونكم من حيث لا ترونهم، اذا هم يشوفونا واحنا ما بنشوفهم. وهسه الاولى ها لو فعلا ها تعامل مع الجن موجود، طب الاولى مش صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ها انه هم تعاملوا؟ صحيح. مش الاولى علي بن ابي طالب، عمر بن الخطاب، الخلفاء الراشدين، ما شفنا بسيرهم ها وسيرهم معبيه المكتبات ومعبيه، حتى صاروا يجيبوهم مسلسلات دينيه، انه سيدنا ابو بكر الصديق ها جاب جني وقال له تعال فيدني، ما سمعنا بهذا الشيء، ولا سيدنا عثمان ولا عمر، يعني بس لا الخلفاء الراشدين ما ورد. فالاولى لو في واحد يتعامل مع الجن ها الاولى هذول الناس الخلفاء الراشدين، الاولى العشر المبشرين بالجنه، مش يجيني واحد هو لا صلاه ولا صوم يقول لك انا بتعامل مع جن مسلم، كيف يعني كيف ضبطك؟ صحيح. بس موجود بالسير انه هو موجود، مذكور الجن بالسير، هسه مذكور، هسه مذكور ما ذكر انه احنا نتعامل معاه. تمام. ها صحيح. المذكور انه لما نقرا قران هم الجن الصالح يجي يستمع. صحيح. تمام. ما مذكور عن احد الصحابه ها او بالاحاديث النبويه انه تعامل صحابي او انسان صالح مع جن وسخر له ذهب او لعلاج او لاي شيء، هاي كلها خزعبلات. يعني هسه احنا بدنا نحكي انه هذا الشخص اللي اجى على المكان وقال انا معي جن مثلا مسلم او كافر او سفلي علوي الى اخره. نعم. تمام. احنا عندنا قناعه انه هذا الزلمه نصاب كذاب. بالضبط، انه هو كذاب ونصاب وداخل على المكان علشان ينصب على الجماعه الموجودين. تمام. الان الطريقه اللي نستخدمها دكتورنا مثلا على سبيل المثال، انا استدعيت واحد ماشي، شو اللي بده يكون مثلا بده يبلش معي؟ نعم. خلصنا موضوع انه يلا بنصلي مع سوا الى اخره. الان شو بده يطلب مني؟ شو بده قبل ما يطلب منك ها بده يبهرك بشيء معين من وسائل معينه يستخدموها. تمام. ها كيف احكي لك؟ تكون مثلا وسائل بالنسبه لك خارقه. تمام. بالنسبه الى العاب خفه ايد، يعني هو بده يستخدم شيء نعتبر انه معجزه قدامنا صار. نعم. لكن بس بالنسبه له هي خفه ايدي. يعني انا احد المرات كنت حاضر عند اصدقاء. نعم. وجابوا على اساس شيخ، طبعا وفضحته وبهذلته. تمام. جاب كاسه مي ساخنه ها وقال لصاحب الارض اقرا عليها، قرا عليها غطاها بمحرمه. تمام. لما كشفها قال له شوف الكاسه جمدت. تمام. كاسه جمدت، حول المي من حاميه. طبعا مجمد. هو حط ماده بالفاينه ووقعت الماده بالفاينه بالمي. تمام. ها وتجمدت. طبعا هذا المسكين صدق، قال لك ايه هذا رح يسحب لي ذهب، يعني استخدم ماده كيميائيه. ماده كيميائيه، تفاعل كيميائي معين. يعني كثير في اساليب وفي العاب خفه، وفي تلاقي ايديهم سريعه زي السحره اللي بيطلعوا بالتلفزيونات. تمام. عرفت علي؟ فرح يبلش اول شيء بده يخليك تآمن فيه، عشان يخليك تآمن فيه بده يعمل كم حركة انه يبهرك ها
ها وخليك تقول انا وبس ما في غيري. تمام يعني الان اول شيء بدي استخدم اللي هي طرق الخداع، خلينا نحكي طرق الخداع البصريه، الخداع البصريه. نعم. على اساس انه انا ابلش اامن فيه. نعم. كروحاني او كمشعوذ او لا. نعم. ابلش اامن فيه، هاي الخطوه الاولى. الخطوه. نعم. الثانيه ايش هي؟ ايش بتبلش بعد ما هو يبهرك؟ ها انت خلص بقى صرت بجيبته. تمام. ها هسه راح يلعب على اكثر من وتد. اول شيء راح يشوف هل انت عندك فلوس كثير ولا ما عندك. هسه لو شاف عندك فلوس كثير بيقول لك احنا ليش نحفر؟ نسحب الذهب ونخلي بالغرفه. يسحبه سحب. سحب. تمام. يا عمي كيف نسحبه؟ ها؟ بكلف، قال له مش مشكله بس خلينا نسحب اول شيء. بهي غرفه معينه من البيت. تمام. بلفها بخزعبلات مثلا، قماش اخضر، قماش احمر، بيجيب زيار فاضيه، جرار، بيجيب اكثر من شغله على اساس ايش؟ يهيئ فيلم الاكشن. تمام. يعني هلا المشعوذ او هذا النصاب انا اعتبره، عرفت علي؟ هلا بده يلعب باعصابك بطريقه فنيه. تمام. عرفت علي؟ وهاي انا القصه روالي اياها احد الاصدقاء المقربين. تمام. ها وقاعد انقلها يعني نص حرف مثل ما حكى لي اياها صديقي. تمام. فهيئ الوضع. بعد ما هيئ الوضع انت صرت تقبل منه اي شيء. تمام. هيئ لك انت هيئت لي الغرفه. يعني هسه اول شيء بطلب منك مثلا انه في غرفه فاضيه، بطلب يا اخوان هاي انا معاكم والمتابعين معنا، بطلب غرفه فاضيه. نعم. بجيب جرار فاضيه ماشي، بجيب قماش اخضر دكتور. نعم. بجيب قماش اخضر بهيئ لك نفسيا انه هو راح يسحب ذهب من تحت الارض. نعم. هاي اول شيء كخطوه اولى تهيئ النفسيه. نعم. للمخدوع. نعم. تفضل دكتور. هسه بعد ما هي طبعا انت بتكون ايش او الشخص اللي روالي هاي القصه، ها بيقول احنا كنا على اعصابنا، شو راح يعمل الشيخ؟ شو راح يسوي؟ ها كيف راح يسحب؟ ها طبعا ببلش ايش قدامك؟ يقعد بقراءات. تمام. ها يقرا، يجي اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ويقعد يقرا، بيدخل على الغرفه جوا يقرا. نعم. يقعد يقرا لحاله، عرفت علي؟ طبعا من الاساليب اللي صاحبي اخر بعد ما نصب عليهم وكل شيء صار يتذكر، ها قال لي احنا مسكنا الذهب بايدينا. تمام. الشيخ خش على الغرفه، خش ما معاه شيء، لا شمته ولا شيء. تمام. فانا سالته سؤال، قلت له الشيخ اللي دخل على الغرفه هل كان لابس جداشه؟ تمام. قال لي اه. قلت له بينت. قال لي كيف؟ قلت له اخي تحت الدشداشه بيحط حزام. تمام. وبيحط القطع الاثريه المزوره بالحزام. تمام. انت مش شايفها. تمام. اشرح للمتابعين. نعم. بعد الطريقه الاولى اللي هي حكينا عنها انه بدخل على غرفه وبهيئ المخدوع نفسيا، ثاني شيء بيجي لابس دشداش. نعم. لابس دشداش، بعرف بالسعودي شيء نفسي شيء دشداش، صح؟ نعم. تمام. بكون لابس دشداش وحاط حزام داخل على جسمه، حاط حزام، حاط فيه قطعة الأثرية أو قطعة صغيرة، القطعة الصغيرة اللي ما بتبين، القطعة الصغيرة اللي ما بتبين أو قطع ذهب مزورة أو إلى آخره، هو على الأغلب القطع اللي بده يستخدمها عشان يبهر المخدوع قدامه. نعم. فطبعا بيخلي قطعتين ثلاثة أصليات. تمام. يعني قطعتين ثلاثة راح يكون الأصليات موجودة. طبعا ليش حط أصليات؟ تمام. مثل ما بيحكي لي الشاب يقول لي ها باليوم الثالث الشيخ خلص، ها طلع يتصبب عرق، ها يا شيخنا ها قال قوموا عشان نصلي ركعتين شكر لله. ما شاء الله. نعم. يقول قمنا صلينا وراها الشيخ المؤمن، ها بعدين دخلنا واحد واحد على الغرفة، شفنا الزير كان فيه تراب، احنا حطينا فيه تراب، ها وشفنا قطع نقدية ذهبية على التراب. تمام. ها قلت له انت مسكتها بايدك؟ قال لي اه. طبعا هلا اذا كان مسكها بايده هلا لغينا موضوع سحر الاعين اللي هي ربنا عز وجل قال عنها واسترهبوا اعين الناس وسحروهم وجاءوا بسحر عظيم، هذا موضوع اخر اللي هو سحر السين. تمام. هلا احنا بنحكي عن الخدع البصريه الحقيقيه. هسه القطع الحقيقيه اللي موجوده اللي استخدم المشعوذ هذا، استخدم الناس عشان يشوفوا هاي القطعه، يعني اجى دخل على الغرفه، انا دخلت على الغرفه مثلا على سبيل المثال، انا حاط زير او جره فيها تراب، لقيت فوقيها على التراب قطع اثريه او قطع ذهبيه، مسكت القطعه في ايدي، اذا انا اليوم قاعد لما بمسك القطعه في ايدي هسه قاعد بصدق الشيخ اكثر واكثر.
قاعد اصدق الشخص هذا المشعوذ اكثر واكثر، يعني شيء ملموس صار في ايدي، مش شيء انا شايفه من بعيد، لا شيء ملموس في ايدي. تفضل دكتور. نعم. طبعا دخل الشباب واحد واحد، ها كلهم مسكوا، ها يقول لي احنا لما طلعنا من الغرفه كل واحد يفوت يطلع وجهه اسود على احمر على اخضر وعينه فاتحه، يقول لي صدمه صدمه على الكل. الواحد يسال الثاني انت شفت لي انا شفته مسكت عن جد، فهم مسكوا ومش مصدقين. تمام. يعني صديقي هذا بيقول لي انا مسكت التمثال يا اخي، ها حتى ايش قاعد بلساني الحسن العقاء عشان اتاكد. تمام. عن جد انا ماسك ولا الرجال الشيخ هذا بيتخوف؟ ها تمام. قال لي حتى قعدت سمعت انه في سحر فيه، قعدت اقرا جواتي آية الكرسي عشان اذا في سحر ما يكونش موجود، هو لا يعلم انه وقع مكيدة نصب واحتيال. يعني الشخص مثلا اللي دخل على هاي الغرفة هو داخل اصلا شاكك في الموضوع، يعني اصلا مش مقتنع في الموضوع كامل. تمام. فلما دخل على الغرفة لما شاف القطع موجودة قدامه او شاف التمثال عشان يتأكد ممكن انه يمسك التمثال ويدق عليه مثلا يمسكه ويشوف يتفحصه عشان يتأكد من انه هذا الشخص اللي قدامه جاب له القطعة هاي، هو جابها من تحت الارض، هو جابها. الشخص المخدوع ما بيعرف المشعوذ من وين جاب القطعة. تمام. تفضل. نعم. بعديها قلت لك كمل شو صار بعد ما شفت كل هاي الشغلات. ها طبعا. قال رجال يعني ها خلي فوق انتوا تعرفوا الوضع المادي شوي ونحتاج شويه مواد، ها فنحتاج انه نشتري بخور كمرحله اولى. تمام. واحد من الشباب اقترح قال لي يا شيخ طيب ناخذ من الجو نبيع. قال له ما في مشكله، دخل جاب حبتين قال له روح بيعهم. تمام. الشاب اخذ القطع راح على صديق له باعهم، حتى سولف لي كانه باعهم وقتها ألف دينار تقريبا او ألف وشويه. تمام. جاب الألف اعطاها للشيخ، ها قسمها 500 ب 500، ها وراح اشتروا مواد. تمام. يقول احنا انبسطنا، يعني زي ما بنقول بالمثل العربي من دهنه قليله. تمام. يعني هسه احنا بنحكي عن الخطوه الثالثه يا اخوان. الخطوه الاولى كانت الخداع البصري اول ما بدخل المشاوذ، انه بورجيكوا انه هو خارق للطبيعه. تمام. وبيعمل قدامكم شغله هيك بطريقه معينه بتسحر عيون الناس. تمام. ثاني شيء تجهيز الغرفه مع تجهيز الجرار مع الشغل اللي هو بحط القطع الذهبيه او القطع الاثريه على الفخار او على التراب. ثالث شيء بطلب منكم بخور. تمام. وعده مواد يعني عشان يكمل تثبيت. مظبوط يا دكتور؟ نعم. عشان يكمل تثبيت لهذا الذهب عشان ما يروح. الان بيجي شخص مثلا بقول له خلينا ناخذ من الداخل قطعه معينه نروح نبيعها مثلا، اوكي بعطيه رشاديه مثلا او الى اخره، بروح ببيعها برا ماشي، باخذها صحيحه 100% من القطعه الصحيحه، يعني بعطيه هاي القطعه، هاي القطعه صحيحه. تمام. بعطيها بروح الزلمه هذا ببيعها او بتصرف فيها وبجيب فلوسها. الان الشيخ بيقاسم الفلوس ما بينه وبين الشخص، ولسه بده الشخص يروح يجيب مواد كمان. نعم. تفضل. طبعا هسه صار عند هذول الشباب يقين وايمان مطلق بانه هذا الشخص هو منزل. تمام. فرجاهم العجب، ذهب وطلع لهم اجرار فاضي حاطين فيها تراب، التراب طلع عليه ذهب. تمام. تبلش المرحله الاولى، هسه تبلش ايش؟ ها مرحله ثانيه. طيب يقول لهم يا عمي الذهب نزل هسه بدنا نثبته. تمام. ها كيف نثبته؟ طبعا باليوم الرابع او الخامس او السادس يحط القطع بيرد يخبيهم يطلع بيهم. ها تمام. يعني الذهب جوا؟ قال مين قال لكم جوا؟ لا رجع المكان الذهب. واحد الله يا شيخ. تمام. تعالوا تفضلوا يدخلوا. وين الذهب؟ يعني رجع المغاره. طب ايش الحل يا شيخ؟ بده بخور تثبيت. الكميه اللي انتم شفتوها يعني احنا سبحان الله ناخذ قطعتين او ثلاث، مين اللي يسمح لك يا شيخ؟ الجن اللي بتعامل معاه. تمام. اللي هم اصدقائه. اصدقائه من الجن. نعم. ها يعني سبحان الله من باب المصداقيه انه ها انه ناخذ حبتين ثلاثه نبيعهم، يعني هسه الجن بده كراميته، بده يحتاج بخور معين، يحتاج عطر معين. ها ايش اسم العطر؟ طبعا بيعطيك اسماء مش موجوده بالبلد اللي انت فيها. تمام. يعني هسه احنا بنحكي عن المرحله الرابعه يا اخوان. المرحله الرابعه بدخل المشعوذ هذا على الغرفه
باخذ القطع برجع بخبيهم تحت الدشداش في الحزام اللي موجود عنده، باخذهم وبطلع فيهم تمام، وبحكي للجماعه انه الذهب رجع او القطع اللي طلعت رجعت للمغاره او تحت البيت او الى اخره تمام. الان مطلوب للتثبيت مطلوب عطر معين او بخور معين تمام، مش موجود باي مكان يعني تمام، مش موجود في اي مكان الا بكون مكان هو بيعرفه دكتور مزبوط. نعم تمام. الان هاي هي المرحله الرابعه، الان بنشوف شو بصير معنا. تفضل. طبعا هسه المرحله اللي بعديها بيعطيك يقول لك جيب لي هاي الماده، بتروح انت دور عليها يا شيخ مش موجوده، تقول لها يا موجوده صاحبنا بالمغرب. ها تمام، خلي اجيب لك رقم تليفون بعيد يعني بالسودان بالمغرب. تمام. يحكي معه تليفون دولي يقول له يا شيخ بدنا هاي المادة. تمام. طبعا بصير اتفاقات نصب، والله ما في عندي منها بس بقدر أعمل لك إياها لأنه هاي على الطلب. طيب إيش العمل؟ ها يقول بدك أبعث لك إياها مثلا على الأردن على الدي اتش ان أو أخلي حدا يسافر. ها فبيخترع لأنه اللي قدامه صار خلص مهيئ نفسيا إنه هذا الإنسان هو منزل، بيخترع له طريقة معينة إنه ممكن قديش حقها يعني. ها تمام 100,000 يا ابن الحلال من هون لهون، قال له ما في هذا هو هي أسعارها. تمام. طبعا هسه هذا احنا بنحكي في حالة إنه النصاب عرف إنه الجماعة متمكنين ماديا. تمام. يعني هذا شخص صديقي ما نصب عليه غير 130,000 دينار. تمام، هذا مش متمكن ماديا. هاي اللي هي حق القارورة. نعم. حتى يصير مال العطور دمدم جورو. دمدم جورو. اسم أوكي. اسم وهمي هبل بهبل يعني اسالي النصابين. تمام. اسالي. طيب طبعا هدول شو راح يصير هسه؟ بدهم يدبروا مصاري. صحيح، بدهم يبيعوا مصاري بخلقه. بده يبيع اللي فوقه واللي تحته يا اخوان عشان يجيب اللي هي دمدم جورو اللي حكى عنها. هذا هذا الشيء. نعم. قاروره هيك تعرف علي؟ فيها 20 جرام بجوز او 10 جرامات. اسمها دمدم جورو. نعم. بده يروح يجيبها، بده يبيع قطعه الارض، بده يبيع السياره، بده يبيع المراه والاولاد. والله شيء. تمام؟ عشان يجيب القاروره هاي. يعني انا اتوقع انه الناس ممكن تاخذ قروض كمان لهذا الشيء. لانه هو شوف ليش صار الموضوع هذا يا اخوان؟ طبعا الطمع هون بيلعب دور بطريقه كبيره، الطمع بالذات. يا اخوان انا لما يجيني خمس قطع مثلا، هذول خمس قطع ذهبيه، لما يجوني خمس قطع ذهبيه انا اشوفهم قدامي وامسكهم بايدي بصير بدي كمان. تمام؟ مش بوقف عند حد معين، بصير بدي كمان، ولما انا اشوف المعجزات هاي اللي قاعده بتصير قدامي، تمام؟ انه انا قاعد بشوف الذهب بنسحب من تحت الارض، بشوف الذهب موجود قدامي بمسكه في ايدي بقدر اتصرف فيه، كمان بقدر اطلع وابيعه. تمام. هون بيلعب دور الطمع بشكل كبير. اوكي، يعني هي الفكره المشعوذ بيلعب على شيء اسمه طمع يا اخوان. ماشي، ما بيلعب على الاحاسيس الداخليه. كل شيء في الدنيا له احساس، حتى الطمع في احساس داخلي عند الانسان بالطمع، احساس مثل الحقد مثل الحسد مثل الامور هاي، احساس بالطمع. عشان يوصل لمرحله اكثر